اليوم تشهد مدينة الداخلة واحد النشاطين مهمين بالأهمية مكان. النشاط الأول يخص افتتاح القنصلية الرسمية لجزر الكاريبي. الجزر الكاريبي كما تعلمون تجمع 6 دول. في اليوم يعني جاء الرئيس الأول لجزر الكاريبي، أعطى الانطلاقة الرسمية مرفوقا بالوزراء ديال الخارجية ديال 6 دول، أعطوا الانطلاقة الرسمية للقنصلية الدائمة بمدينة الداخلة. فالعلاقات المغربية ودول جزر الكاريبي من بعد استقبال ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأخير قبل 6 سنوات، وهي تتسم ولله الحمد بالقوة والمتانة والتعاون الثنائي في مجموعة من الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرياضية. فبالتالي تعتبر هذه افتتاح القنصلية نتيجة هذا التعاون بين الدولين، والقادم إن شاء الله سيكون أحسن. فبالتالي يعني كما تابعتم تم يعني التوقيع على نداء الداخلة بهذه المناسبة، وهي مناسبة حميدة تشكر عليها يعني وزارة الخارجية ممثلة في السيد وزير الخارجية ناصر بوريطة، إضافة إلى مثيله في دول الدومينيكان. دائما بنفس يعني المناسبة تم اليوم الإعلان الرسمي أو افتتاح مركز دولي للأبحاث حول قضايا تجنيد الأطفال. كما تعلمون السنوات الأخيرة شهدت هذه الآفة الخطيرة لا سيما في قارتنا الحبيبة إفريقيا، يعني ارتفاعا ملحوظا وارتفاعا مخيفا وأرقاما مهولة، تجاوزت في بعض الأحيان ملايين من الأطفال القاصرين الذي تم تجنيدهم، يعني وعوض أن يذهبوا إلى مدارسهم ومكانهم الأصلي فهم يذهبون محملون بضواخر وآليات وعتاد يعني للحروبات وللتجنيد. فبالتالي تمت اليوم الانطلاقة الرسمية لهذا المركز، والذي يعتبر الوحيد في إفريقيا، وهو سيشكل قيمة مضافة من ناحية الأبحاث الأكاديمية والتي ستحد من هذه الآفة الخطيرة على قارتنا وعلى العالم بأسره.